مرحبا بكم أعزائنا الطلبة في مساق Introduction to Economics. معكم مرة أخرى في المحاضرة الثانية والفصل الثاني Supply and Demand، العرض والطلب. سوف نتناول في هذا الفصل جميع قضايا الطلب والعرض من محددات وجدول الطلب، كذلك جدول العرض ومنحنى الطلب ومنحنى العرض، بالإضافة إلى التغيرات في كل من الطلب والعرض والتحولات أيضا في كليهما. وسوف نتناول العجز والفائض في السوق وجميع هذه المفاهيم إن شاء الله. بسم الله تعالى نبدأ المحاضرة الثانية. في البداية نسأل أنفسنا عندما نشتري السلعة، هل نتساءل لماذا تباع السلعة بهذا السعر، أو لماذا هي معروضة بهذا السعر؟ الإجابة في اقتصاد السوق يكون لجميع المستهلكين والمنتجين تأثير على سعر جميع السلع والخدمات، حيث أن سعر أي شيء في اقتصاد السوق يتأثر بعاملين هما العرض وكمية الطلب. تناولنا في الفصل السابق مفهوم السوق العادي، وعرفنا بأنه هو ذلك المكان الذي يذهب إليه الناس لشراء حاجياتهم المختلفة من السلع والخدمات. لكن لا يوجد في المفهوم الاقتصادي سوقا واحدا لكافة السلع والخدمات، ولكن يوجد لكل سلعة سوق خاص بها، وهذا السوق يتمثل بالطلب والعرض من هذه السلع. Market transaction require two sides, supply and demand. تتطلب المعاملات التجارية في السوق وجهين، العرض والطلب. مميزات هذا النظام في السوق هي حيادية الأسعار. من ناحية أخرى يمثل العرض والطلب حلا وسط يناسب جميع الأطراف أو الأطراف المعنية في السوق، المستهلكين اللي هم أصحاب الطلب demand، وأيضا المنتجين. أيضا يوفر هذا النظام مرونة في الأسعار، لأن الأسعار تتغير تلقائيا نتيجة للأحداث المتوقعة في السوق. حرية الاختيار للمستهلك، مطلق الحرية في كيفية إنفاق دخله واختيار المنتج الذي يشتريه، وليس لأحد أن يجبر المستهلك على شراء سلعة معينة بسعر محدد. هذه جميعا من مميزات نظام الطلب والعرض. من ناحية أخرى ممكن التعود على أسعار، ثبات الطلب ثبات العرض يعودنا على الأسعار، ومن السهل فهم الأسعار في السوق. نبدأ مع العرض وتعريفه. The ability and willingness to sell produce specific quantities for of a good at alternative price in a given time period, ceteris paribus, other things being equal. القدرة والرغبة في إنتاج أو بيع كميات محددة من سلعة بأسعار بديلة في فترة زمنية معينة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات، ceteris paribus. هذا تكلمنا عن هذا المعنى في الإقتصاد، ثبات باقي المتغيرات أو تساوي الأشياء الأخرى. طيب من المورد أو المنتج؟ المورد والمنتج هو الشخص الذي يعرض سلع اقتصادية بالسوق. على سبيل المثال مصنع للإنتاج البسكويت هو مورد البسكويت. شركة خاصة تقدم خدمات كمبيوتر، إذن هي تقدم أو تعرض موارد لعمالة ماهرة. العرض يشير إلى الكميات المختلفة من سلعة أو خدمة يريد منتجوها بيعها بجميع الأسعار الممكنة.
يعرض الموردون كميات مختلفة من منتج ما اعتمادا على الأسعار التي يرغبون فيها في نظام السوق، اقتصاد السوق. طيب، إذا مفهوم العرض يتناول موقف المنتجين وردود أفعالهم باتجاه الكميات التي يرغبون بإنتاجها وبيعها من سلعهم. طيب، تعريف آخر إلى للعرض عشان نذهب إلى تفاصيل أخرى في العرض ونتطرق إلى الطلب. العرض الكميات من سلعة ما التي يرغب المنتجون بإنتاجها وبيعها في ظل مستويات مختلفة من الأسعار لتلك السلعة في فترة زمنية محددة. من هنا نجد أن العرض هو غير ثابت، بل يتغير خلال الزمن. المنتجون يقبلون يعرضون كمية من سلعة ما بسعر معين فترة زمنية محددة، لكن بعد فترة ممكن يرفضون يقبلون بهذا السعر. demand الطلب. The ability and willingness to buy specific quantities of a good at alternative prices in a given time period. قلنا هذا المصطلح اللي يعني ثبات باقي المتغيرات أو تساوي الأشياء الأخرى. Ceteris paribus. القدرة والرغبة في بيع، القدرة والرغبة في شراء العرض كان في بيع. الديمايند يخص المستهلكون، إذن هو القدرة والرغبة في شراء كميات محددة to buy specific quantities من سلعة بأسعار بديلة في فترة زمنية معينة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. معرفة الطلب ضرورية لفهم الكيفية التي يعمل بها اقتصاد السوق. تكلمنا عن اقتصاد السوق انه هو يتم وفق وجهين، هو العرض والطلب. يوجد طلب، ايضا يوجد عرض. هذا يتم بتدخل بسيط من الدولة في الاقتصادات المختلطة في المحاضرة الاولى، وتكلمنا عن آلية السوق او اقتصاد السوق. في اقتصاد السوق يعمل الناس والشركات لتحقيق أقصى مصلحة بالنسبة لأنفسهم. هذا تكلمنا أيضا عليه بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالإنتاج، كيف ولمن ننتج. معرفة الطلب ضرورية للتخطيط السليم للشركات وأيضا للأشخاص. الطلب اللي ندرسه ونقصده هو الطلب الفعال، هو الطلب اللي يجمع بين الرغبة في الشراء والقدرة على الشراء. الرغبة وحدها ما تكفي، إذا لازم يوجد معها قدرة، وأيضا القدرة لا تكفي إذا ما يوجد رغبة. Every market transaction involves an exchange and thus some elements of both supply and demand. تتضمن كل معاملة سوقية تبادلا، وبالتالي بعض عناصر العرض والطلب. الطلب الفردي، يوجد نوعين من الطلب، الطلب عدة أنواع، الطلب الفردي وطلب السوق. الطلب الفردي A demand exists only if someone is both willing and able to pay for a good. لا يوجد طلب إلا إذا كان الشخص مستعد وقادر على الدفع مقابل سلعة. How much someone is willing to pay for something is determined by his her income and the opportunity cost. يتم تحديد مقدار ما يرغب الشخص في دفعه مقابل شيء ما، الدخل وتكلفة الفرصة البديلة. Opportunity cost, the most desired goods and or services foregone in order to obtain something else. تكلفة الفرصة، وتكلفة الفرصة الضائعة، وتكلفة الفرصة الأخرى
هي السلع أو الخدمات التي تم التنازل عليها أو عنها الحصول على شيء آخر. إذا طلب الفرد هو الطلب الذي يمثل طلب فرد في الحصول على سلعة معينة وبسعر معين. دالة الطلب الفردي أو الطلب الفردي لديه دالة، أكيد ليست هذه الصور لكن نحن نعبر عن بعض المفاهيم بصور لتصل المعلومة أكثر. تغير السلعة باتجاه معين، تغير السلعة دائما في الطلب من الأعلى إلى الأسفل، يؤدي عادة إلى تغير الكمية التي يطلبها المستهلك باتجاه عكسي، وهذا أيضا سوف نتطرق له، وهو قانون الطلب بقانون الطلب. لذلك تعرف دالة الطلب الفردي مختلف الكميات المطلوبة من السلع أو الخدمة. قلنا الطلب، تكلمنا الطلب ممكن صاحب مصنع بسكويت يورد بسكويت، إذن هو منتج بسكويت. أيضا ممكن شركة خاصة توفر تصليح أجهزة خلوية وكمبيوترات لابتوبس، هي توفر أو تعرض عمالة ماهرة. إذن الطلب الفردي مختلف الكميات المطلوبة من السلعة أو الخدمة لفرد واحد خلال مدة معينة عند أسعار مختلفة، هو هذا الطلب الفردي. Demand schedule، جدول الطلب. A table showing the quantities of a goods a consumer is willing and able to pay at alternative prices in a given time period. أيضا مع ثبات باقي المتغيرات. جدول الطلب يوضح كمية السلعة التي يرغب المستهلك في شرائها وقادر، إذا توفرت العنصر الرغبة والقدرة على الشراء بأسعار بديلة في فترة زمنية معينة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. Demand is an expression of a buyer intentions of a willingness to buy, not a statement of actual purchases. الطلب هو تعبير عن نوايا المشتري، عن استعداده للشراء، فولينجس، وليس بيانا. إذن هو جدول. هذا هو جدول الطلب. مثل أخذنا مثال جدول طلب البرتقال لسنة 2020 مثلا في الرياض خلال شهر يناير. الجدول يوضح العلاقة بين متغيرين، المتغير الأول السعر والمتغير الثاني الكمية المطلوبة. هذا يدل يتم المطالبة بمزيد من الأسعار أقل من الأسعار. إذن كلما قل السعر زاد الطلب. عندما كان السعر 10 الطلب كان 200، عندما كان السعر 15 قل الطلب صار 180، عندما أصبح الطلب 20 سعر 20 في الصندوق أصبح الطلب 160. عندما أصبح السعر 25 قل الطلب 140، وهكذا. إذن هذا هو جدول الطلب. Demand curve، منحنى الطلب. A curve describing the quantities of a good a consumer is willing and able to buy at alternative prices in a given time period. Ceteris paribus, the demand curve does not state actual purchases, rather only what consumer are willing and able to purchase. منحنى الطلب، منحنى يصف كمية سلعة
يرغب المستهلك في شرائها بأسعار بديلة في فترة زمنية معينة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. لا يشير منحنى الطلب على عمليات الشراء الفعلية. Rather only what consumers are willing and able to purchase. بل يشير فقط إلى ما يرغب المستهلكون في شرائه وقادرون على شرائه. وجود علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها. هاي العلاقة يطلق عليها قانون الطلب. قانون الطلب ينص إن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة منها مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. نعبر عنها بقاء العوامل الأخرى ثابتة بهذا المصطلح. العوامل الأخرى تتمثل بعدد المشترين، أذواق المستهلكين، دخول المستهلكين، توقعات المستهلكين، وأسعار السلع، والتي سيتم شرحها لاحقا بإذن الله في نفس الفصل. بالرجوع إلى الجدول، يمكن رسم منحنى الطلب كما يتضح بالشكل البياني. السعر يوضع هنا دائما، والكمية المطلوبة توضع في الأسفل. تكلمنا أن الكميات المذكورة في الجدول تعبر عن الكميات اللي يشتريها المستهلك إذا كانت هناك رغبة وقدرة. مثلا إذا كان السعر 10 يشتري المستهلك 20، عندما كان السعر 10 المستهلك يشترى 20، عندما كان السعر 15 المستهلك اشترى 108، وهكذا وصولا عندما أصبح سعر السلعة وسعر الصندوق 40 اشترى المستهلك 200، اشترى المستهلك آسف 80. إذا انخفض من عندما كان السعر 10 كان يشتري كان الطلب 200، عندما ارتفع أصبح الطلب 80. Law of demand. The quantity of a good demanded in a given time period increases as its price falls, ceteris paribus. There is an inverse or negative relationship between the price and the quantity demand. تزداد كمية السلع المطلوبة في فترة زمنية معينة مع انخفاض سعرها بافتراض ثبات باقي المتغيرات. There is an inverse or negative relationship. هناك علاقة عكسية أو سلبية بين السعر الكمية والمطلوبة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. يمكن فهم قانون الطلب على أن علماء الاقتصاد دراسة كيف يستخدم الأفراد موارد محدودة لتلبية احتياجاتهم غير المحدودة. Scarcity، الندرة، تكلمنا عنها، حيث يركز قانون الطلب على هذه الاحتياجات الغير محدودة. من الطبيعي أن يعطي الأفراد لرغباتهم الأكثر احتياجا، رغبتهم الضرورية الأكثر الأولوية. تصرفات الأفراد في الاقتصاد، سوق في الاقتصاد، تتم على تفضيلاتهم. الأفراد يختارون، جميع الأفراد جميع دول العالم يختارون من بين مواردهم المحدودة وفقا لأي سلعة اقتصادية. يمكن عنده رغبة يشتري أي شيء لكن القدرة غير موجودة، أو ممكن تكون عنده قدرة لكن الرغبة غير موجودة. على سبيل المثال، يعني إذا أكو شخص مثلا وحيد على جزيرة وعنده 6 زجاجات من مياه صالحة للشرب، راح يستخدم الزجاجة الأولى
لإشباع أكثر رغبته إلحاحا. هي الأكثر شنو اللي رغبته إلحاحا إذا كان في جزيرة معزولة وعنده زجاجة؟ هي العطش، لكن يتجنب الموت عطشا. بس الزجاجة الثانية يمكن يستخدمها للاغتسال أو الحفاظ على نفسه من الأمراض، هم يعتبر شيء ضروري لكن أقل ضرورة من الحاجة الأولى وهو العطش. بعدين تبدأ الزجاجة الثالثة إشباع الحاجات الأقل ضرورة، مثل يستخدمها بالطهو، الحصول على وجبة أكل. إذن هو حيستخدم الزجاجات الأقل الباقية بحاجات أقل ضرورة. مثل السوق، هذا نفسه يحدث بالأسواق. المستهلكون يقومون بعمليات الشراء، كل وحدة إضافية يستخدموها وكل سعر أو كل مبلغ يدفعوه إشباع حاجات احتياجات أقل ضرورة من الحاجات اللي تسبقهم. من العلاقة اللي تقوم في منحنى الطلب هي علاقة عكسية، كلما انخفضت، كلما مثل ما اتخذناها في جدول الطلب، كلما كان السعر أكثر زادت أقل زادت الكمية المطلوبة، كلما ارتفع السعر قلت الكمية المطلوبة. هاي العلاقة العكسية. العلاقة الطردية اللي نأخذها في العرض هي أيضا تم بين متغيرين ترمز كلما زاد أحدهما بمقدار معين يزيد الآخر، مع زيادة العكس صحيح في العلاقة العكسية، ينقص أحد المتغيرين بزيادة الآخر، زاد السعر نقص الطلب، زاد السعر نقص الطلب. ومثلناهم أيضا في المنحنى، هو السعر الطلب أو الكمية المعروضة، وهنا منحنى العرض. إن منحنى الطلب سالب، سالب ينحدر من أعلى إلى أسفل. في الأول نضع النقاط 10، عندما كان السعر 10 كان الطلب 200، نوضع النقطة الأولى، وبعدها نوضع النقطة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، نوصل النقاط من الأعلى إلى الأسفل. هذا هو منحنى الطلب، ينحدر من أعلى إلى الأسفل من اليسار إلى اليمين، يعكس ميل المنحنى السالب قانون الطلب، أي العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. تكلمنا عن Law of Demand، قانون الطلب. ننتقل إلى محددات الطلب. Determinants of Demand. Testis. Desired for these and other goods. Income, الدخل of the consumer. Other goods, their availability and price. Expectations for income prices. Testis. Number of buyers. إذن محددات الطلب هي الأذواق. Desire for these and other goods. الرغبة في هذه السلعة أو سلعة أخرى. Income الدخل، الدخل لمن للمستهلك. هذه من محددات الطلب، راح نأخذها تفصيلا الآن. Other goods سلع أخرى ومدى توافرها وسعرها. Expectations توقعات للدخل والأسعار والأذواق. Number of buyers عدد المشترين.
السعر من محتمل أن يكون السعر بكثير من الحالات المحدد الأساسي للطلب، لأن غالبا ما يكون أول ما يفكر فيه الناس عند تحديد مقدار السلعة المراد شرائها. الغالبية العظمى من السلع والخدمات تخضع لما يسموه أو الاقتصاديين لقانون الطلب. بقانون الطلب ينص أيضا مع تساوي كل شيء آخر تقل الكمية المطلوبة من عنصر عندما يرتفع السعر، والعكس صحيح. قلنا المحدد الآخر هو الإيرادات income. طبعا ومن المؤكد الناس ينظرون إلى إيراداتهم أو دخلهم عندما يحددون مقدار السلعة اللي يريدون يشتروها، لكن العلاقة بين الدخل والطلب مباشرة أو ليست مباشرة. نسأل نفسنا، هل نحن نشتري أكثر أو أقل من عنصر ما عندما يزيد دخلنا؟ يعني احنا اذا دخلنا عالي ممكن يزيد عندنا نشتري اشياء اخرى، يعني مثلا نقوم نركب بالطيارة بدال السفر بالقطار. الناس الاقتصاديين يصنفون العناصر سلع عادية او سلع رديئة على هذا الاساس. اذا كانت سلع عادية الكمية المطلوبة منها ترتفع عندما يزيد الدخل، وتنخفض عندما ينخفض الدخل. بس إذا كانت السلعة أدنى أو أقل أو أردى الكمية تنخفض منها عندما يزداد الدخل. يعني إحنا عندنا صار عندنا فلوس، ليش نشتري سلعة رديئة وترتفع عندما ينخفض دخلنا؟ ممكن ينخفض دخلنا نفكر بخيارات أخرى. إذا العلاقة مباشرة وليست مباشرة. يعني مثلا مثال هذا نعتبر نركب طيارات بالبزنس كلاس مثلا من يزيد دخلنا، وركوب نركب ممكن نركب المترو او القطار عندما يقل دخلنا. السلع نصور ركوب الطائرة في الدرجة الخاصة او درجة البزنس هو سلعة راقية، وسلعة رديئة هو او سلعة ادنى هو ركوب القطار. لكن احنا من يرتفع دخلنا وترتفع دخلنا في الإيراد نركب الطائرة، من ينخفض ممكن نفكر هاي هذا الشيء نفسه بالبضائع العادية او الدنيا الاقل من اول، يعني الكلام الممتازة والرديئة. بس يعني ممكن نصور انه شخص يكون هاي السلعة عنده عادية للشخص الاخر هي ادنى، والعكس صحيح. ممكن هاي عندنا ركوب الانفاق فتشي سلعة او خدمة راقية، ركوب القطار خدمة راقية ولشخص اخر هي خدمة ادنى. طيب المحدد الاخر هو other goods، اسعار السلع الاخرى. عند تحديد مقدار السلعة التي نرغب في شرائها يأخذ الناس بالاعتبار كل الناس السلع البديلة أو السلع التكميلية أو البدائل. يعني مثلا كوكا كولا وبيبسي بدائل، بس الناس يميلون إلى استبدال إحداهما بالآخر. السلع التكميلية من ناحية أخرى هي السلع اللي يميل الناس إلى استخدامها معا. مثلا نشغل الدي في دي بأقراص، مثلا الشاحنة والهاتف. هذه other goods أو السلع الأخرى هاي مكملة أو تكميلية. يعني إذا ارتفع سعر واحد أو زاد طلب على واحد يزيد طلب على الآخر.
إذا زاد سعر هذه حيزيد سعر الأخرى. يعني ما نستغرب إذا زاد الطلب على كوكولا ممكن أيضا يزيد الطلب على بيبسي، لأن يتحول بعض المستهلكين من كوكولا إلى بيبسي، هاي السلعة والسلع الأخرى البديلة. ممكن انخفاض بيبسي يؤدي إلى انخفاض كوكاكولا، قل الطلب على السلع البديلة، يعني قل الطلب السلع البديلة الكوكاكولا بيبسي، قل الطلب على هذا ممكن يقل الطلب على هذا. عكس السلع التكميلية، انخفاض سعر إحدى السلع يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع التكميلية. يعني مثلا انخفاض أسعار أجهزة البلاي ستيشن يؤدي زيادة الطلب على ألعاب الفيديو. الأذواق تيستيس، الطلب أيضا يعتمد على أذواق الفرد للسلعة والعنصر بشكل عام. الاقتصاديون يستخدمون هذا المصطلح بشكل عام كفئة شاملة لموقف المستهلكين اتجاه المنتج. إذا زادت، يعني بمعنى، أو بالاقتصاد ليش نحط كلمة الأذواق أو التيسيس، إذا زادت أذواق المستهلكين للسلعة أو خدمة فإن الكمية المطلوبة تزداد، والعكس صحيح. الآن المحاضرة expectations، التوقعات، هاي جميعها من محددات الطلب. الطلب ممكن يعتمد على توقعات المستهلكين للأسعار المستقبلية. مثلا إذا توقعنا حترتفع أسعار بعد فترة ترتفع أسعار السيارات، ممكن توقعنا ترتفع أسعار، حيزيد الطلب عليها. وهذا نفسه اللي للأشخاص اللي يتوقع، أنا مثلا توقعت حترقى بعد فترة ويزيد دخلي، أنا حزيد استهلاكي اليوم. هذا ما نتكلم عنه بتوقعات. Number of buyers، عدد المشترين. عامل مهم بحساب طلب السوق. من يزداد عدد المشترين أو البايرز يزداد الطلب بالسوق. نحاول نوضح محددات الطلب أكثر على منحنى محددات الطلب لكي نعرف أهميتها في الطلب والعرض وتوازن السوق واقتصاد السوق. Determinants of demand، هذا هو قلنا منحنى الطلب، السعر والكمية المطلوبة ونزول المنحنى من أعلى إلى الأسفل. نأتي للمحدد الأول، أوضحنا قبل قليل العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة على نفس المنحنى في جدول ومنحنى هنا، وذكرنا هناك الكثير من العوامل الأخرى تؤثر على منحنى طلب السلعة. تكلمنا أن هذه العوامل هي محددات الطلب. أولا عدد المشترين، نلاحظ الزيادة بعدد المشترين. مثلا نأخذ عدد المشترين أو number of buyers، نلاحظ الزيادة في عدد المشترين لسلعة معينة يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلعة، وانتقال منحنى الطلب كليا من اليمين إلى اليسار، يعني من ديوان دي مثل احنا كتبناها هاي demand أو demand الطلب، منحنى الطلب كليا من اليمين من دي الى دي وان، ينتقل كليا بالزيادة. بحالة النقص ينتقل الى اليسار. حالة نقص عدد المشترين لسلعة معينة
ذلك يؤدي إلى نقص الطلب من هاي السلعة وانتقال منحنى الطلب كليا إلى اليسار من دي ديمايند إلى ديمايند 2. هذا المحدد الأول، أذواق المستهلكين. تكلمنا أنه يزداد الطلب على سلعة معينة إذا مالت أذواقهم لصالح هاي السلعة، يعني إذا عجبهم هاي السلعة خلاص أنه أذواقهم تميلها. يترتب على ذلك انتقال منحنى الطلب لليمين من دي إلى ديوان. زين، في حالة عدم تفضيلهم، تفضيل المستهلكين لهذه السلعة وبعدوا عنها، انصرفت أذواقهم عن هاي الطلب، هاي السلعة ينتقل إلى اليسار. طيب، في الدخل أو في الدخل أو دخول المستهلكين أو الإنكم، تكلمنا أنه إذا زاد دخل المستهلك يزداد الطلب على السلع العادية، السلع العادية السلع الأكثر الراقية، ويقل الطلب على السلع الرديئة. أما إذا نقصد دخول المستهلكين يقل الطلب على السلع العادية ويزداد الطلب على السلع الرديئة. طيب نميز أكثر في شنو السلع العادية والسلع الرديئة عشان نعرفها في الاقتصاد شلون يسموها. السلع العادية هي اللي يوجد علاقة طردية بين دخل المستهلك والطلب، مو قانون الطلب وعلاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة، لا، هاي بالسلع العادية علاقة طردية بين دخل المستهلك والطلب عليه. إذا زاد دخل المستهلك تكلمنا انه شنو العلاقة الطردية، يزيد الطلب عليه وينتقل منحنى الطلب من دي ديمايند الى ديمايند 1 مثل ما موضحين بهذا الشكل البياني. واذا نقص دخل المستهلك يقل الطلب عليه ينتقل منحنى الطلب لليسار من دي الى دي 2 او من دي 1 الى دي 2 او من دي 1 الى دي، وهكذا. أمثلة السلع العادية: لحوم طازجة، ملابس جديدة، أحذية جلدية وآخرة، هواي أشياء. طيب السلع الرديئة توجد علاقة عكسية بين دخل المستهلك والطلب على السلع الرديئة، إذا زاد دخل المستهلك يقل الطلب، يتركها يروح على الشيء على السلع العادية أو السلع الأرق، ينتقل منحنى الطلب لليسار. وإذا نقص دخل المستهلك يزداد الطلب عليه، ينتقل منحنى الطلب لليمين من دي إلى دي 1. أي السلع الرديئة إذا قارناها بالسلع العادية، مثلا هناك لحوم طازجة، هنا لحوم مجمدة، ملابس جديدة، ملابس مستعملة، أحذية جلدية أحذية يعني هاي تلفزيون، ممكن تلفزيون غير موجود. هذا اللي يخص ال بقى عندنا واحد، هو ال expectations، توقعات ال أو التوقعات، توقعات ال العملاء، توقعات المستهلكين. تكلمنا عنها أنه هي توقعات المستهلكين عن أسعار السلع التي يستهلكونها وعن دخولهم في المستقبل، راح يتأثر طلبهم على تلك السلع، حتأثر على طلبهم في الوقت الحاضر. إذا انخفض دخله بالمستقبل ممكن يتوقع هذا، ممكن أن يقلل صرفه، أو إذا يتوقع حيترقى يقللها. وتكلمنا على expectations اللي هو تتوقع المستهلكون ارتفاع سلعة معينة في المستقبل القريب، يزداد الطلب على هاي السلعة في الوقت الحاضر. يعني مثال آخر عشان توضح بالعمود الآخر ضدكم: إذا توقع المستهلك زيادة دخله بالمستقبل القريب، يبدأ من الآن تغيير نمطه الاستهلاكي، يقوم يصرف، يؤدي إلى يعني هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة اللي استهلكها. إذا توقع بلا نقص دخله، ممكن يخفض انفاقه، إذا بالتالي تخفيض الطلب. ومثلناها على هذا المنحنى Determines of demand.
shift in the mind, التغير أو التحول في منحنى الطلب. تحول أو تغير منحنى الطلب ناتج عن التغير في العوامل الأخرى غير السلعة نفسها، هي اللي سميناها محددات الطلب. ينتقل بمنحنى الطلب بأكمله من اليمين من دي إلى دي وان بزيادة الطلب، وإلى اليسار من دي إلى دي تو في حال نقص الطلب، مثل ما موضحين بهذا الشكل البياني. تغير بالطلب، يعني لاحظنا من هذا الشكل منحنى دي يمثل منحنى الطلب الأصلي اللي هو دي مايند، مثلنا في دي قبل حدوث التغيير، بينما يمثل المنحنى دي وان منحنى الطلب بعد زيادة الطلب على السلعة. أما المنحنى دي تو يمثل منحنى الطلب بعد نقص السلعة. إذن منحنى الطلب changes in any of the determinants of the mind will cause the demand curve up to shift. The quantity demanded at any every given price changes the demand curve always shifts only to the right or to the left. ناتج التغير في العوامل الأخرى غير السلعة نفسها تكلمنا عليه إنه هو من محددات الطلب. سوف تؤدي changes in any of the determinants. سوف تؤدي التغيرات في منحنى الطلب إلى التحول في منحنى الطلب. Curve to shift. The quantity demanded at any every given price changes. الكمية المطلوبة في أي أو كل تغيرات سعرية معينة. The demand curve always shifts only. يتحول منحنى الطلب دائما إلى اليمين أو إلى اليسار. طيب أسباب زيادة الطلب على السلعة أو أسباب انخفاض الطلب على السلعة. زيادة الطلب على السلعة تعني انتقال منحنى الطلب من منحنى الطلب إلى اليمين من دي إلى ديوان من دي إلى ديوان. طيب كيف يتم الزيادة؟ زيادة عدد المشتركين أو مستهلكين السلع. تغير الأذواق أيضا، إذا تغيرت الأذواق إلى لصالح السمعة والهاي تنتقل من دي إلى ديوان. ارتفاع دخول المستهلكين، انخفاض دخول المستهلكين، زيادة أسعار السلع البديلة، انخفاض أسعار توقعات المستهلكين بزيادة دخولهم هاي أيضا تزيد من دي إلى ديوان. الانخفاض نقص عدد المشترين أو مستهلكين السلعة، تغير أذواق المستهلكين ضد السلعة ينخفض من دي إلى دي تو دي وان. توقعات المستهلكين انخفاض دخولهم ممكن ينخفض سعر السلعة. طيب تغير بالكمية المطلوبة ناتج عن تغير في سعر السلعة نفسها مع ثبات العوامل الأخرى. هذا التغير التحول أو التغير الموفمنت ناتج movements along a demand curve are response to a price changes for that good. Shift of the demand curve occur only when the determinants of demand change. تعتبر التحركات على طول منحنى الطلب استجابة لتغيرات أسعار تلك السلع. التحولات التحولات
تحدث التحولات منحنى طلب فقط عندما تتغير محددات الطلب. إذن الحركة أو الانتقال من مكان إلى آخر تم ينتقل المنحنى الطلب كله من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، لكن التحولات تتم بنفس المنحنى. إذن يعني يتمثل بيانيا بالانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب، يعني على نفس هذا المنحنى. هذه هي التحولات دي، هذه هي التحولات. هذه الشيفت، هذه الموفمنت. تعتبر الحركات على طول منحنى الطلب استجابة لتغيرات الأسعار تلك السلعة بين الطلب، بين السعر والكمية المطلوبة، بين السعر والكمية المطلوبة. تحدث التحولات منحنى الطلب فقط عندما تتغير محددات الطلب. قلنا تكلمنا عن منحنى الطلب هو رسم بياني يشير إلى الكمية التي يطلبها المستهلك بأسعار مختلفة. المنحنى يحدث حركة بسبب التغير في سعر السلع. تكلمنا أيضا منحنى الطلب ينحدر من اليسار إلى اليمين ويصور علاقة عكسية بين السعر والمنتج والكمية المطلوبة. الحركة على منحنى الطلب تغير في كل من العوامل السعر والكمية المطلوبة من نقطة إلى نقطة. حركتين، حركة تصاعدية وحركة هبوطية. الصاعدية تشير إلى انكماش الطلب، إن انكمش الطلب بسبب زيادة الأسعار مثلا. حركة هبوطية زيادة بالطلب، يرتفع الطلب على المنتج من أو الخدمة بسبب انخفاض الأسعار، بالتالي يتم طلب أكبر كمية من السلع بأسعار منخفضة. هذه سحولة الحركة اللي هو movement. التحول أو الانتقال تغييرات بالطلب، عند كل سنة يصير تغير بسبب التغير في واحد أو أكثر من محددات الطلب غير السعرية. شنو هي محددات الطلب غير السعرية؟ تكلمنا عليها فوق، مثل سعر السلعة وذات صلة والدخل وأذواق المستهلكين. التحول يتم إلى اليمين أو إلى اليسار، يمين زيادة بالطلب، يسار انخفاض بالطلب، هو ليفت وورد شيفت ورايت وورد شيفت. اختلافات رئيسية بين الحركة والتحول هنحاول نلخصها بشكل بسيط. عندما تغير تجربة السلع بكل من الكمية المطلوبة والسعر، هذا يؤدي إلى تحرك المنحنى باتجاه معين يعرف باسم منحنى الحركة بالطلب movement. من ناحية أخرى، عندما يكون سعر السلعة ثابتا لكن هناك تغير بالكمية المطلوبة بسبب بعض العوامل الأخرى اللي هي محددات الطلب، يتسبب تحول المنحنى بجانب معين ويعرف باسم التحول في منحنى الطلب. منحنى الطلب يحدث على طول المنحنى، حركة على طول المنحنى، لكن التغير منحنى الطلب من موقع نتيجة للتغير في علاقة الطلب الأصلية. الحركة على منحنى الطلب ترتبط بالتغيرات بالكمية المطلوبة، لكن التحول بمحددات أو محددات أخرى. النوع الآخر من الطلب هو طلب السوق. The total quantities of a good or services people are willing and able to buy at alternative prices in a given time period
إجمالي كمية، تعرف إجمالي كمية السلعة أو الخدمة التي يرغب الأشخاص في شرائها بأسعار بديلة وقادرين على ذلك في فترة زمنية معينة. The sum of individuals demands، مجموع المطالب الفردية وليس طلب شخص فردي. مجموع المطالب الفردية. Market demand is determined by the number of potential. يتم تحديد طلب السوق من خلال عدد الإمكانات. Buyers and their respective tastes and income, other goods or expectations. المشترون وأذواقهم ودخولهم وسلعهم وتوقعاتهم. The market demand curve. طلب السوق أو طلب السوق تكلمنا عليه، أو الطلب الإجمالي لسلعة معينة، هو عبارة عن الكمية المطلوبة من قبل جميع الأفراد في السوق عند الأسعار المختلفة. هكذا فإن طلب السوق على السلعة يعتمد على جميع العوامل التي تحدد طلب الفرد، مضافا إليه عدد المشترين في السوق. منحنى طلب السوق. A picture of the total quantities demanded by all consumers within a market at different prices. يعكس صورة للكميات الإجمالية التي يطلبها جميع المستهلكين داخل السوق بأسعار مختلفة. The use of demand curves. استخدامات منحنيات الطلب. Show how much consumers will spend at different price. Predict. توقع. The amount to produce at a given price. Determine. تحديد أو the price that will result in desired output levels. عرض مقدار ما سينفقه المستهلكون بأسعار مختلفة. توقع كمية الإنتاج بسعر معين. تحديد السعر الذي سينتج عنه مستويات الإنتاج المطلوبة. Market supply أو عرض السوق. Supply interacts with the demand to determine the price that will be charged. يتفاعل العرض مع الطلب لتحديد السعر الذي سوف يتم تحصيله أو الذي سوف يتم وضعه. The total quantities of a good or services that sellers are willing and able to sell at alternative prices in a given time period. إجمالي كميات سلع أو خدمة يرغب الباعون وقادرون على بيعها بأسعار بديلة في فترة زمنية، مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. قلنا قانون الطلب من جانب المستهلك وقانون العرض من جانب المنتج. راح نوضح العرض بطريقة أيضا مثال نعطي عليها على جدول العرض ومنحنى العرض بنفس الصفحة، لكن بعض الكلمات العربية موجودة في الأمثلة هذه فقط لتصوير الفيديو، لكن في الكتاب الأصلي وفق سياسة الجامعة اللغة الإنجليزية هي المرجع في التعلم. هذا المثال، هذا منحنى العرض وهذا جدول العرض. العلاقة هنا هي الطردية بين السعر والكمية المطلوبة، أي كلما زاد السعر زادت الكمية المطلوبة، الكمية المعروضة آسف وليست المطلوبة، المطلوبة في الطلب، أي كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة. عندما كان السعر 10 كانت الكمية المعروضة 80، عندما أصبح السعر 15 كانت الكمية المعروضة 100. علاقة طردية، ارتفع المتغير الأول يرتفع المتغير الثاني. عندما أصبح السعر 40
ازدادت الكمية المعروضة من أي شيء، أي شيء في 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 السوق هو عرض وطلب. التمثيل، منحنى العرض موجب الميل ينحدر من أسفل إلى أعلى عكس منحنى الطلب اللي يكون كذا، اللي هو من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. يوضح ميل المنحنى الموجب قانون العرض، العلاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها مع بقاء كافة العوامل ثابتة. عندما كان السعر 10، الكمية المعروضة 80، 10 80. عندما كان السعر 15، الكمية المعروضة 120، وهكذا. هذا هو تمثيل المنحنى، وهذا هو جدول المنحنى. Market supply، عرض سوق مرة أخرى. Market supply is an expression of seller's intentions of the ability and willingness to sell, not a statement of actual sales. عرض السوق والتعبير عن نوايا البائعين أو المنتجين عن القدرة والاستعداد للبيع، وليس بيانا بالمبيعات الفعلية. طيب، نوضح العرض أكثر وبشكل هاي. العرض جدول يوضح الكميات المختلفة التي يرغب ويستطيع المنتجون عرضها للبيع من سلع معينة مقابل كل سعر محدد خلال فترة زمنية معينة. نلاحظ من هذا التعريف 3 أمور. العرض يمثل رغبة في الإنتاج مقرونة بالقدرة المالية على الإنتاج السلع، الرغبة والقدرة أو الاستطاعة. العرض يجب أن يرتبط بفترة زمنية محددة، شهر، سنة، 3 أشهر. العرض هو عبارة عن جدول يظهر الكميات التي يرغب المنتجون في عرضها للبيع مقابل كل سعر محدد. قلنا جدول العرض وجود علاقة طردية بين سعر السلعة والكميات والكمية المعروضة منها. هاي العلاقة يطلق عليها قانون العرض، ينص على أن هناك علاقة طردية بين سعر سلعة معينة والكمية المعروضة من علاقة طردية، زاد المتغير الأول زاد المتغير الثاني. العوامل الأخرى والمحددة، عدد البائعين، تقنية المستعملة وأسعار العناصر والإنتاج والضرائب والمعونات. يلاحظ من الشكل البياني أن منحنى العرض موجب الميل ينحدر من أسفل إلى أعلى مثل ما تكلمنا، من اليسار إلى اليمين. ويوضح ميل المنحنى الموجب قانون العرض، أي العلاقة الطردية. طيب، أيضا هناك محددات للعرض كما هنالك محددات للطلب. إذن ما هي محددات العرض؟ هي تقنية، تكنولوجي، فاكتور أو ريسورس أو كوست، تكاليف العوامل، other goods سلع أخرى، taxes and subsides ضرائب والإعانات، inspections، number of sellers. طيب، نسوي منحنى، ننتقل من اليسار اليمين مثل ما تكلمنا، نسمي منحنى محددات العرض، S من supply، P من price، Q من quantity، و S من supply، QS معناه كميات المعروضة. طيب، محددات العرض هي العوامل الأخرى التي تؤثر على منحنى العرض هذا لسلعة معينة غير السلعة نفسها. تتمثل هذه العوامل عدد البائعين، في الطلب كانوا عدد المشترين، عدد البائعين، number of sellers. نلاحظ أن زيادة عدد البائعين لسلعة معينة يؤدي إلى زيادة العرض من هاي السلعة، وانتقال منحنى العرض كليا، هذا الاسم منحنى العرض كليا
إلى اليسار من S إلى S2. طيب، التقنية المستعملة technology. إن استخدام تقنيات حديثة بالإنتاج، استخدام مكاين حديثة يؤدي إلى زيادة إنتاج، بالتالي يؤدي إلى زيادة العرض، وبالتالي انتقال منحنى العرض لليمين من S إلى S1. بالعكس، الحكومة من تقرر أن بعض أنواع التقنية المستخدمة حاليا لها تأثيرات جانبية سلبية مثل زيادة التلوث الضجيج تمنع استخدامها، يضطر المنتجين استخدام تقنية أقل تطور يترتب على ذلك نقص بالعرض من هذه السلعة. ينتقل منحنى العرض من S إلى S2. أسعار عناصر الإنتاج Factor Cost. تتمثل أسعار عناصر الإنتاج بأجور العاملين، ثمن الآلات، أسعار المواد الخام، أسعار الكهرباء، الماء، التليفون. يلاحظ أن ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج يؤدي إلى نقص العرض. انتقال منحنى العرض إلى اليسار أعلى بشكل أعلى من S إلى S2. في حالة انخفاض أسعار عناصر الإنتاج، ذلك يؤدي إلى زيادة العرض وانتقال منحنى العرض إلى اليمين أسفل من S إلى S1. قلنا الضرائب، من ترفع الحكومة معدلات الضرائب يؤدي إلى تقليل الإنتاج والعرض، وبالتالي انتقال منحنى العرض لليسار من S إلى S2. من S إلى S2. لكن في حالة قيام الحكومة بتخفيض معدلات الضرائب، ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة العرض. انتقال منحنى العرض لليمين من S إلى S1. من S إلى S1. هذه هي أسباب الزيادة. مثل الطلب، هي زيادة عدد البائعين المنتجين للسلعة، زيادة العرض. أسباب زيادة العرض من السلعة، بزيادة منحنى العرض من السلعة، انتقال منحنى العرض لليمين، اليمين أسفل من S إلى S1. زيادة عدد البائعين تؤدي إلى زيادة عرض السلعة. تحسين مستويات التقنية تؤدي إلى زيادة العرض. انخفاض أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة، انخفاض الضرائب أو زيادة معدل يؤدي لانتقال من السلعة. الانخفاض العرض من السلعة، شنو اللي يؤدي انخفاض العرض من السلعة؟ يعني انتقال منحنى العرض لليسار من S إلى S2. انخفاض عدد البائعين، استعمال تقنية أقل تطورا، ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج، ارتفاع الضرائب أو تخفيض المعاناة الحكومية. لو of supply، قانون العرض. The quantity of a good supplied in a given time period increases as its price increases. There is a direct or positive relation between price and the quantity supplied. قلنا ceteris paribus، يعني هو ثبات باقي المتغيرات. مصطلح هو بالاقتصاد يشير على ثبات باقي المتغيرات. تزداد كمية السلع المعروضة في فترة زمنية معينة مع زيادة سعره، مع افتراض ثبات باقي. هنالك there is a direct or positive relationship، علاقة مباشرة موجبة بين السعر والكمية المعروضة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. طلب مثل العرض، اكو تحول شيفت ديماند، تحول في الطلب، اكو تحول في العرض، اكو قانون، اكو قانون، كل شيء يشبه شيء. تغير او تحول في العرض، changes in quantity supplied movement along a given supply curve. Changes in supply, shift in the supply curve due to change in the one of the determinants of supply. تكلمنا عن التحول او التغير في منحنى او في التحولات في الطلب. الان وصلنا الى العرض، التغير او التحول في العرض، او على ماذا يشير التغير او التحول في العرض. تغيرات بالكمية المعروضة او الحركة على طول منحنى عرض معين، التغيرات في العرض، التحولات في منحنى العرض نتيجة لتغيرات في احدى محدداتها. نفس الطلب لكن نتيجة.
أيضا هو ناتج التغير في سرعة السلعة نفسها في انضباط باقي العوامل أخرى، يتمثل بالانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس المنحنى البياني. هذا التحولات والتحركات، يمكن هنا أن نشرحها ونوضحها بشكل. التغير بالعرض هو ناتج عن تغير في العوامل الأخرى غير سعر السلعة نفسها، وهي التي سميناها محددات العرض تكلمنا عنها. يتمثل بيانيا بالانتقال من S إلى S2 في حالة الزيادة في العرض، وحالة وإلى اليسار إلى أعلى إلى أعلى في حالة من S إلى S1، إلى اليمين ينتقل إلى منحنى بأكمله. هذه هي التحولات. لاحظ من خلال الشكل أن المنحنى S هو منحنى العرض الأصلي قبل حدوث التغيير، بينما منحنى S1 منحنى العرض بعد زيادة العرض من السلعة نتيجة للتغير أحد محددات العرض، أما المنحنى S2 يمثل منحنى العرض بعد نقص العرض من السلعة. ننتقل إلى إيكوليبريوم، وهو سعر التوازن أو حالة التوازن، مثل في هذا الهاي حالة التوازن تم عندما يتساوى العرض والطلب، نقطة التقاء العرض والطلب هي الإيكوليبريوم. Only one price and quantity are compatible with the existing intentions of both buyers and sellers. The price at which the quantity of a good demanded in a given time period equals the quantity supplied. يحدث سعر التوازن عند تقاطع منحني العرض والطلب. تقاطع منحنى العرض والطلب، النقطة هذه هي نقطة منحنى التوازن أو سعر التوازن. هنا لا يوجد سوى سعر توازن واحد، سوف يتحرك السوق بشكل طبيعي نحو هذا السعر. خلال اقتصاد السوق ممكن أن يحدث سعر التوازن، هذا منحنى عرض، منحنى طالب نازل للأسفل، تقاطعوا هنا في هذه النقطة، هذا هو سعر التوازن. توازن يصحوا لتوازن السوق أو توازن العرض والطلب، هو الوضع اللي تتساوى به الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، وعنده لا يوجد فائض في الطلب ولا فائض في العرض. تعريف آخر للتوازن، عشان هو الوضع الذي يتم التوصل إليه ولا يوجد أي حافز للابتعاد عنه ما لم يؤثر عليه أي مؤثر خارجي. تتدخل الحكومة في السوق وتحديد سعر آخر غير سعر التوازن، أما عن طريق تحديد سعر قف سعري أو تحديد أرضية سعرية. Equilibrium price أو سعر التوازن. The equilibrium price occurs at the intersection of the supply and demand curves. There is only one equilibrium price. The market will naturally move toward this price. يحدث سعر التوازن عند تقاطع منحنيي العرض والطلب. لا يوجد سوى سعر توازن واحد. There is only one equilibrium price. لا يوجد أكثر من سعر، فقط واحد. يتحرك السوق the market will naturally move toward this price. يتحرك السوق بشكل طبيعي نحو هذا السعر. Market clearing، تنظيف السوق. Collective action of sellers and buyers create an equilibrium price. تخلق الإجراءات الجماعية للبائعين والمشترين سعرا متوازنا دائما في اقتصاد السوق الحر. The equilibrium price and the quantity reflect يعكس a compromise between buyers and sellers. يعكس سعر وكمية توازن حلا وسط بين المشترين والبائعين. No other compromise yields a quantity demand that is exactly equal to the quantity supplied.
لا يوجد حل وسط آخر ينتج عنه الكمية المطلوبة التي تساوي تماما الكمية المعروضة. Invisible hand. دائما اكو يد خفية تحرك السوق. هذه يحطوه الاقتصاديين، يعني السوق يتصرف وكأنه موجه بقوة غير مرئية. آدم سميث بكتابه ثروة الأمم أطلق هذه اليد الخفية على هذا المصطلح. It means that the equilibrium price is determined by the collective behavior of many buyers and sellers. هذه الفقرة تعني يعني أن سعر التوازن يتحدد من خلال السلوك الجماعي العديد من المشترين والبائعين. Surplus and shortage. A market surplus. أول شيء نعرف surplus and shortage هي فائض والعجز. فائض السوق أو نقص السوق أو عجز السوق. surplus اللي هي فائض وعجز السوق. هذه العجز وهذه فائض. A market surplus or a market shortage emerges whenever the market price is set above or below the equilibrium. يظهر فائض السوق أو عجز السوق عندما يتم تحديد سعر السوق أعلى أو أقل من سعر التوازن. Market shortage اللي هو shortage اللي هو عجز السوق. The amount by which the quantity demanded exceeds the quantity supplied at a given price. Of course, when the selling price is lower than the equilibrium price. Seller's supply less than buyer's demand at the current price. المقدار الذي تتجاوز به الكميات المطلوبة الكمية المعروضة بسعر معين. هذا عجز السوق. يحدث عجز السوق عندما يكون سعر البيع أقل من سعر التوازن. إذا بيع أقل من سعر التوازن يعجز السوق. Seller supply less than buyer's demand at the current price. يعرض البائعون أقل من طلب المشترين بالسعر الحالي. فائض السوق. The amount by which the quantity supplied exceeds the quantity demanded at a given price. المقدار اللي تتجاوز به الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة هذا فائض بالسوق. هنا الكمية في العجز الكمية المطلوبة الكمية المطلوبة أعلى من الكمية المعروضة هذا عجز بالسوق. الكمية المقدار اللي تتجاوز به الكمية المطلوبة الكمية المعروضة بسعر معين هذا عجز. العجز الطلب أعلى من العرض في السوق عجز. العكس المقدار الذي يتجاوز به الكمية المعروضة الكمية المطلوبة بسعر معين هذا فائض بالسوق. شو وقت يحصل الفائض؟ إذا هاي ركز عليها جدا. يحصل الفائض بالسوق عندما تكون هناك كمية معروضة أعلى من الكمية المطلوبة. يحدث عندما يكون سعر البيع أعلى من سعر التوازن. يعني البائعين يوفرون أكثر من طلب المشترين بالسعر الحالي. Changes in equilibrium. Equilibrium price اللي هو قلنا تغير في سعر التوازن وتوازن السوق. Equilibrium price and the quantity change whenever the supply or demand curve shift. يتغير سعر وكمية التوازن كلما تغير منحنى العرض والطلب. This happens when the determinants of supply or demand change. يحدث عندما تتغير محددات العرض والطلب يتغير سعر التوازن. هذا سعر التوازن وهذا التحول في سعر التوازن. قلنا التغيرات بالتوازن يتغير سعره كل ما تغير منحنى الطلب والعرض تغير يتغير. يعني كان هنا منحنى الطلب
منحنى العرض، بعدين منحنى العرض صار هنا، تغيرت كمية التوازن أو صار التوازن صار هون من E1 إلى E2. هذا اللي نقصد به التغير. shift of the mind، التحول بمنحنى الطلب صار هنا، من كان هنا راح إلى هنا، تغير سعر التوازن. This equilibrium price اللي هو تسعير عدم التوازن أو عدم التوازن السوق. Price ceiling اللي هو سقف الأسعار أو الحد الأعلى أو الحد الأقصى إلى الأسعار أو السقف السعري. Price floor اللي هو الحد الأدنى من الأسعار. Upper limit maximum price imposed on the price of good or service. Lower limit minimum price imposed on the price of a good service. سقف الأسعار هو الحد الأعلى، السعر الأقصى المفروض على سعر السلعة والخدمة. Price floor. Lower limit minimum price imposed on the price of a good services هو الحد الأدنى المفروض على سعر السلعة. السقف السعري هو قيام الحكومة بفرض حد أعلى للسعر بعض السلع الأساسية بحيث لا يسمح البائعين البيع بأعلى من هذا السعر، والهدف من ذلك هو تأمين وصول هذه السلع للمواطنين بأسعار معقولة. من هاي السلع الأساسية الحليب، السكر، الدقيق، الخضار، الفواكه. زين، تحديد الأرضية السعرية. بهذه الحالة تقوم الحكومة بفرض حد أدنى للسعر، ما تبيع أقل من عنده. والأخرى بحيث لا تسمح الحكومة للبائع بالبيع بأقل من هذا الحد. يكون الهدف من هذا الإجراء هو حماية البائعين وضمان تحقيق أرباح معقولة لهم، مثل فرض سعر الخضروات والفواكه وتحديد حد أدنى للأجور. يعني من نحدد أرضية سعرية أنه البائع لا يجوز أن يبيع بأقل من ذلك. Price ceiling، قلنا السقف السعري لها ثلاث تأثيرات. هي they increase quantity demanded، تزيد من الكمية المطلوبة. they decrease quantity supplied، تقلل من الكمية المعروضة. they create a market shortage، يخلقون نقصا بالسوق أو عجزا بالسوق، مثل سقوف الأسعار، ضوابط الإيجارات على السكن. هذه أيضا اللي هي توازن السوق، مثال حطينا هنا على توازن السوق أو يعني توازن سعر الدقيق، وضع سعر توازن الدقيق. السعر التوازني، هذه هنا يوجد بعض الخطأ. السعر التوازني للدقيق أو السعير هو 30 دينار للكيس هنا مثلا. احنا نأخذ مثال الدقيق، والكمية التوازنية هي 3000 كيس أو صندوق يوميا. هذا السعر يعتبر مرتفع بالنسبة للمستهلكين، وهذا يدفع الحكومة للتدخل وبالتالي تحديد سقف سعري أقل من سعر التوازن. وين السقف السعري اللي أقل من سعر التوازن؟ حيث السقف السعري اللي وضعته الحكومة 20 دينار. ان الحكومة يعني هذا يعني ان الحكومة تفرض على البائع عدم البيع بأعلى من هذا السعر. لكن يسمح للبيع بأقل من هذا السعر، لا يسمح بالبيع بأعلى، هذا اللي وضعته الحكومة. Price floors، أرضيات الأسعار، لها أيضا ثلاث تأثيرات. They increase quantity supplied، تزيد من الكمية المعروضة. They decrease quantity demanded، تقلل الكمية المطلوبة. They create a market surplus، surplus فائض. السقف السعري يصنع عجز، الأرضية السعرية تصنع فائض، مثل المينيمم ويجز اللي هي مثل الحد الأدنى للأجور ودعم
and price support for the argot or examples. الحد الأدنى للأجور ودعم الأسعار للزراعة مثلا. الآثار المترتبة على ال على ال الأرض ال ال سياسة السقف السعري أولا نبدأ بها. حدوث نقص في عرض السلعة في السوق تقاس. الآثار المترتبة على فرض سياسة الأرضية الحكومية، سياسة أرضية سعرية توضع الحكومة. هذه هي الآثار المترتبة. الحكومة الناجحة لابد أن تعمل على التخلص من فائض العرض من خلال الإجراءات التالية: تشتري الفائض من السوق. الحكومة تعمل على الحد من الاستيراد من الخارج السلع البديلة، ممكن القيام بسياسات دعم حكومي للمنتجين مثل إعطاء إعانات مزارعين، تعويضهم. أيضا بعدنا في الأرضية السعرية price floors. A government imposed price floor may create قد يؤدي الحد الأدنى للأسعار التي تفرضها الحكومة a wrong mix of output مزيج خاطئ من الإخراج أو من المخرجات an increased tax burden عبء ضريبي متزايد an altered distribution of income توزيع متغير للدخل بين فئات المجتمع فشل الحكومة تدخل الحكومة يفشل في تحسين النتائج الاقتصادية. هذا أيضا يوضح الشكل الفائض في العرض. هذا الشكل البياني يوضح السعر التوازني. مثلا ناخذه لبضع للتفاح هو 2 دينار للصندوق. السعر التوازن هنا تقاطع العرض والطلب 2 دينار للصندوق. الكمية التوازنية هي 400 أو الكمية المطلوبة. هذا السعر يعتبر متدني بالنسبة للبائعين ولا يكون كاف بالنسبة لتغطية التكاليف. هذا يوضع الحكومة تدخل تحديد أرضية سعرية أعلى من سعر التوازن حيث يصبح سعر صندوق التفاح 4 دنانير حسب الأرضية السعرية التي تحددها الحكومة. يعني هذا يعني أن الحكومة تفرض على البائع عدم البيع أقل من هذا السعر ولكن يسمح له بالبيع أعلى من هذا السعر. ليسيز فير بمعنى الحرية الاقتصادية. ذكرناها في اقتصاد السوق اللي هو مبدأ اترك وشأنه leave it alone، يعني عدم تدخل الحكومة في آلية السوق. آدم سميث دعا إلى هذا المبدأ مؤسس النظرية الاقتصادية الحديثة كتاب ثروة الأمم. Optimal not perfect اللي هو أمثل ولا تصل إلى الكمال أو الأمثل وليس الكامل. نتائج السوق هي الأمثل ولكن ليست كاملة أو مثالية. النتائج المثلى هي أفضل ما يمكن بالنظر إلى مستوى توزيع الدخل ندرة الموارد. هذا شرحنا في هذا الفصل اللي فات. We expect the choice made in the marketplace to the best possible choices for each participant. نتوقع أن تكون الاختبارات التي مجراها في السوق هي أفضل الخيارات الممكنة لكل مشاهد. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني. نلقيكم إن شاء الله في محاضرة مفتوحة محاضرة الزوم. نشكر الجميع وشكرا لكم.